هذا المكسب، وهو بالنسبة للزمالك المكسب الخامس على التوالي. كيف يرى مجلس إدارة نادي الزمالك في هذا التوقيت مع الوضع في الاعتبار أنه من كام يوم كان العقد أو التعاقد الرسمي مع كابتن معتمد جمال كمدير فني للفريق؟ والله المجلس الحمد لله سعيد جدا جدا نتائج كابتن معتمد ونتائج اللعيبه واداء مشرف واداء جماهيري كمان مشرف جدا جدا، والحمد لله وربنا يكملها على خير. يعني شهر ديسمبر عندنا فيه التزامات كتير جدا، بس ان شاء الله الفريق ماشي كويس وكابتن معتمد ماشي كويس جدا، كل الدعم ليه وللفريق باذن الله. طيب خليني برضو اعرف من حضرتك، هل المجلس الاداره حط رهانه بالكامل على كابتن معتمد جمال كمديرا فنيا للفريق، وبالتالي نغلق ملف المدير الفني الأجنبي، ولا مازال هذا الملف أيضا مفتوح على جنب؟ بص، هو المجلس يعني شغال بشكل يمكن علمي شوية، فمقسم الفترات الزمنية اللي جاية. أنت عارف إن عندنا فترة توقف طويلة جدا في يناير. صحيح. إن شاء الله كابتن معتمد ربنا يوفقه ويفضل في المكسب لآخر ديسمبر، وبعد كده المجلس هيبقى في مرحلة إعادة تقييم للنتائج للأداء لكل يعني كل ما يخص الفريق، ووقتها يبقى يتخذ القرار المناسب. صحيح. وبالنسبه لموضوع التعاقد، على فكره هو يمكن الناس مستغربه وكأن ده حاجه غريبه، هو ده الصح، ده الطبيعي انك لما بتتعاقد مع حد بتمضي عقد. كون ابناء الزمالك قبل كده ما كانوش بيشتغلوا بعقود، فهو ده كان التقصير مش العكس. يعني فكابتن معتمد يستحق التعاقد ده، ويستحق ان هو يكون مستقر والفريق كله مستقر، وده الطبيعي في كل يعني برضه لما انتهى تعاقد اسوريو المجلس انهى التعاقد بالشكل الطبيعي. ده حقيقي، ده حقيقي. ازاي الراجل خد فلوسه؟ لا، هو الطبيعي انه ياخد فلوسه وياخد ويمشي بشكل محترم وراقي، ويتعمل له حفله كمان لو حب. فده الطبيعي اللي المفروض يبقى ساري في نادي الزمالك، وباذن الله يبقى ده بعد كده على طول يعني. طيب.